يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم والدعاة إلى الله إذا توجه لطلب العلم يخاف من الفقر، وإذا فكر بالزواج فإنه يتركه ويقول ماذا سأعطي هذه المرأة وأنفق عليها. هل وإذا فكر بالزواج نعم بالزواج تركه وقال ماذا سأعطي هذه المرأة وماذا سأنفق عليها؟ السؤال: هل يعتبر هذا من الشرك في الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق وأنه لم يعمل بهذا المقتضى؟ هذا نقص، ما هو بشرك، لكنه نقص، نقص في توحيد الربوبية، لأن الواجب أن يتوكل على الله. توكل على الله هذا من توحيد الألوهية، توكل من العبادة، فاعبده وتوكل عليه. فالواجب أنه يتوكل على الله. وأما أنه يتزوج هذا بكيف، راجع له، هذا راجع له، تزوج أو ما يتزوج راجع له، نعم، حسب ظروفه وحسب مقدرته. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.